صباح الخير لكل المشاهدين من جديد، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتشاهدونا. هذا الصباح صباح الصحة العالية إن شاء الله لكل المواطنين. وحقيقة لما نحكي عن الصحة بنحكي عن مؤسسات كثير وجمعيات مجتمع مدني تساهم كثيرا في توعية المواطنين وفي الحفاظ على صحتهم. فيما يلي رح نحكي عن الجمعية الأردنية للعناية بالسكري، وحقيقة هم بمناسبة قدوم شهر رمضان وأيضا بمناسبة اليوم العالمي للضغط عم بيعملوا حملة توعوية لفحص 10,000 مواطن. يعني والله جهد كتير كبير، رح نتعرف عليه من خلال الدكتورة نديمة شقم وهي رئيسة هذه الجمعية، الجمعية الأردنية للعناية بالسكري. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. والدكتور منير زقة وهو أخصائي كهرباء القلب، أهلا وسهلا فيك يا دكتور. أهلا وسهلا. القلب والضغط متلازمان أكيد، يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيكم. دكتورة، بداية للي ما بيعرف، أنتوا جمعيتكم جمعية عريقة يعني مؤسسة منذ زمن، فبحب لو تعطي نبذة للمشاهدين عن هذه الجمعية وطبيعة نشاطاتها. الجمعية الأردنية للعناية بالسكري هي جمعية خيرية تطوعية تأسست عام 1991. هي بتعنى بمرض السكري ونشر ومرضى السكري وكل ما يتعلق بتثقيف المواطنين و نشر المعلومة الصحية الصحيحة والكشف المبكر عن أمراض السكري وأمراض الضغط والأمراض المزمنة. إحنا لما نحكي عن سكري وضغط كأنهم هيك توأم صح؟ طبيعي. عشان هيك عم تشتغلوا عليهم مع بعض. هم دكتور قديش مرتبطين ببعضهم مرضي السكري وأيضا الضغط، وهم أمراض للأسف مزمنة ومنتشرة يعني حسب الأرقام اللي بنسمعها من الأطباء. بالضبط، وخاصة في الأردن فيها انتشار كبير للأسف. هي طبعا الضغط بحد ذاته هو مرض والسكري مرض، لكن وجودهم في نفس الشخص بيزيد أضعاف المشاكل التي قد تتولد لديه في المستقبل. فمهم بالنسبة لمريض السكري جدا معالجة الضغط، لكن طبعا لأي شخص من المهم معالجة الضغط. وطبعا نحن لما نحكي على الضغط وعلى ارتفاع الدهنيات نحن نتكلم هنا عن الوقاية طبعاً. لأن درهم وقاية خير من قنطار علاج. فهدف الجمعية بالنسبة لنا بالنسبة للضغط وللدهنيات العمل على المستقبل للوقاية حتى لا تحدث أي مشاكل في المستقبل. حتى يكون في أجيال واعية أكثر وعم بتدير بالها على حالها بشكل أكبر. دكتورة، أنا بتذكر استضفناك وكنت عم تشتغلوا مع الأطفال بكثير من الفعاليات. هالمرة أنتم متوجهين لكل الفئات العمرية وهدفكم 10,000. أهدافنا إحنا لا ما بنقتصر بس على الأطفال، نحن بنقتصر على مرضى السكري من النوع الأول والنوع الثاني. واحنا عضو بالاتحاد الدولي للسكري، فاحنا بنمثل الاردن في الاتحاد الدولي للسكري. طيب حمله 10 على 10 يعني حمله على 10 10 على 10 هي حمله نشات فكرتها انه احنا طول عمرنا بنعمل حملات تثقيفيه وكشف مبكر عن مرضى السكري في المحافظات، في العاصمه عمان، بنطلع من الشمال للجنوب بنحاول نغطي المملكه بكل انحائها. لكن السنه قررنا انه يكون عندنا هدف انه نغطي رقم معين حتى نقدر نقول انه وصلنا هذا الهدف. فاحنا قررنا مع بدايه شهر 4 اللي هو شهر الصحة العالمي انه نبدا الحملة تبعتنا وننتهيها باليوم العالمي للسكري اللي هو 14/11. طبعا مش رح ننتهيها بس نوصل للهدف تبعنا، واظني رح نوصل لاكثر من هدفنا. احنا حطينا هدف 10,000 مواطن لفحصهم، يعني نفحصهم ونكشف عنهم، وما نفحصهم بس ارقام. أوكي. نفحصهم كسكري كضغط ويتم تثقيفهم. هذا مهم طبعا، هذا جانب كثير. هلا احنا ما هدفنا بس مرضى السكري، هدفنا جميع المواطنين جميع الفئات، لان الكشف المبكر هو اهم شيء في من اهداف حملتنا. دكتور الوقايه كثير مهمه، عم تيجي اجيال للاسف برضه مش واعيه لموضوع خطوره يعني الضغط. ثبتت انه 70% من حالات مرض السكري من النوع الثاني يمكن تفاديها اذا المريض عرف عنه وتم تاديه الخدمه له وتم تثقيفه وتزويده بالمعرفه. فاذا 70% ممكن تفاديها بتزويد المعرفه فحملتنا اكيد لها معنى بالفعل. طيب دكتور، شو هي الأزمة الأساسية عند المواطنين الأردنيين اللي بتخلي الواحد خلص يعدي مثلا سن 50 وكأنها يعني خلص هاي من متلازمات التقدم بالعمر، إنه لازم يكون معه ضغط، هيك موضة يعني إنه عنده كبير بالعمر معناته عنده ضغط سكري، مع إنه هذا مش بالضرورة يكون. يعني شو المشكلة الأساسية عند المواطنين الأردنيين أو بالعالم وإحنا من ضمن هالعالم؟ يعني صحيح ممكن نحكي في العالم، يعني إذا مثلا حكينا على 10,000 تقريبا 30 ل 35
30% في عندهم ضغط كأرقام يعني بدون ما نعرف من، لكن المشكلة نصفهم ما بيكون عارفين أنه عندهم ضغط. فنسمي الضغط هو القاتل الصامت، يعني بيجي تدريجيا على مدى سنوات وبيعمل مشاكل. فطبعا الهدف من هاي الحملة بالذات، قد يكون في ناس عارفين عندهم ضغط، بس كما ذكرت يعني من 10,000 ممكن نحكي 1,500 شخص لسه مش عارفين عندهم. وإذا قسنا على الأردن كلها معناته مليون ونص. دكتور يعني مؤشرات مبدئية، إذا الواحد نمط حياته أو إشي بحس فيه هو معناته ممكن إنه فرصة إصابته بالضغط تكون أكبر؟ هي الضغط بالذات كما ذكرت بسموه القاتل الصامت، بمعنى إنه في الغالب ما عنده أعراض. بس طبعا اللي عنده أعراض مثلا صداع أو تعب وإرهاق مش غلط يقيس الضغط أيضا للإطمئنان. والقياس المنزلي هذا كافي دكتور، اللي منتشر برضو ببيوت الناس إلى حد ما؟ هي الأجهزة لها دقة معينة، دائما يفضل إنه الواحد يكون يشوف عند طبيب أيضا يتأكد بالجهاز الزئبق أو بالأجهزة الأدق. في عوامل، لكن أعتقد والله هي أجهزة جيدة. وعلى الأقل بتوعي، وبعدين بتكون للي عنده ضغط بيقدر يتابع، لأنه الهدف مش فقط التشخيص، الهدف المتابعة والعلاج. فهو بالفعل طبعا اللي عنده ضغط بيقدر يستعمل الجهاز ليتأكد أنه فعلا بس باخذ العلاج بالجرعة الكافية. ومش بس العلاج طبعا، في أسلوب الحياة ونمط الحياة. على ذكر ليش في الأردن، هو نمط الحياة عم بتغير في العالم كله. فمثلا مع الرخاء في العالم وتوفر الأكل السريع وكثرة الملح، فهو زيادة الوزن وزيادة الأملاح هاي كلها تزيد احتمال ارتفاع ضغط الشرايين. نحب الأكل المالح عموما يعني. والله هو أكيد الملح يضفي نكهة زي السكر، فبس كل شيء باعتدال. ولكن خطير الأبيضان هذول اللي بيقول عنهم خطيرين، كمان التدخين والكسل وقلة الرياضة، يعني هاي أشياء دائما نحكيها ومتلازمة مع كل الأمراض للأسف. دكتورة لما بنحكي عن الحملة، إذن إحنا عم نحكي عن عمان ولا عن محافظات أخرى؟ لما نحكي عن الحملة إحنا بنحكي عن حملة هالأول مرة بتتكافل فيها 3 جمعيات. الجمعية الأردنية للعناية بالسكري، الجمعية الأردنية الاختصاصية لغدد الصم والسكري، والجمعية الأردنية لتصلب الشرايين وأمراض الضغط. فهي الحملة يعني تكافل 3 جمعيات بقويها وبثريها بأخصائيين واستشاريين من كافة التخصصات. طبعاً الحملة ما مش بس بعمان، نحن غطينا مناطق عمان، بلشنا الحملة بشهر 4 بالتعاون مع أمانة عمان، قدرنا نغطي 11 مركز بمناطق عمان. حالياً قدرنا لحد الآن نفحص تقريبا 2,700-2,500 بهذا الشهر. شهر 4 الحملة راح تستمر، من شمال المملكة إلى جنوبها إن شاء الله. فإحنا مش بس على عمان، حنغطي المملكة كلها إن شاء الله. إن شاء الله. وبرمضان زي ما حكيت بتني برجع بحكي، الحملة لا تعني بالرقم بس. الحملة أهمها الشخص اللي يتم فحصه، إنه كيفية إرشاده وتزويده بالمعرفة حتى يقدر زي ما حكى الدكتور منير إنه يغير أسلوب حياته ويسيطر على مرضه أو يتفادى حدوث مضاعفات عنده. لأنه حدوث المضاعفات هو فعليا هو اللي عم بيكلف الدولة المبالغ الطائلة غير العلاج. فإحنا كمان بهمنا إنه نمنع المضاعفات عند المصاب، نمنع حدوث المرض عند غير المصاب أو المؤهل للإصابة أو عنده عوامل خطورة للإصابة. نعم. وبرمضان في شيء خاص؟ طبعا رمضان إحنا ليش بلشنا بشهر 4 وركزنا على أمانة كل المراكز حتى يكون نقدر نوصل لعدد معين كبير من الناس، حتى يتم إرشاد المرضى بالصيام وترتيب الأدوية لهم يعني حاولنا بهاي الحملة نعطيهم إرشادات عامة للصيام ونرتب لهم أدويتهم. بالنسبة لأدوية الضغط وأدوية السكري يجب إعادة تغيير يعني أوقاتها مع الصيام. في ناس بجوز لن يسمح لهم أصلا، بجوز دكتور منير بعرف أنه قبل شهر رمضان، وهذا والله سؤال إجانا على الجاليري، يعني إنه إحنا برمضان كيف نتعامل مع أدويتنا؟ كل حالة أتوقع على حدة بتتعاملوا معها. البعض ينصح بتغيير المواعيد، البعض ينصح بعدم الصيام، يعني لأنه ممكن يكون في حالة خطرة على صحته. هو إنه الواحد يقول لشخص إنه ما تصومي طبعا يعني هاي شغلة مش بسيطة. بس بشكل عام أولا معظم عدد كبير من مرضى السكري والضغط بيقدروا يصوموا. لكن بيلزم توزيع الأدوية. الآن معظم الأدوية بتعطى مرة أو مرتين، فمثلا بيقدر الواحد يوزعها بين الفطور والسحور بدل ما في صباحا ومساء. هلا في طبعا اشخاص بيكون وضعهم اصعب
وبهالحالة يعني بشخص على شخص الواحد بده يطلع يحكي مع طبيبه ويشوف هل بيقدر يصوم ولا ما يصوم يعني بهالحالة. واحنا مشاهدينا بيمونوا علينا لما يشوفوا دكتور هيك مثلك دكتور منير بصيروا يسألوا أسئلة فجافة. في سؤال بيسأل إنه ارتفاع الضغط مثل نزول الضغط، يعني كلاهما بتقولوا هذا مصاب بمرض الضغط أو بحالة؟ لا، لما نحكي ارتفاع الضغط بشكل عام، لما نحكي ضغط نعني ارتفاع الضغط. هبوط الضغط شائع خاصة عند الشباب وعلاجه مختلف، بس قد يكون ترى هبوط الضغط مفيد، لأنه نحن كأطباء مثلا عندنا كثير أدوية بتنزل الضغط، لكن ما عندنا ولا دواء إطلاقا اللي بيرفع الضغط. فالهبوط بشكل عام جيد، بس طبعا كل شيء إلى حد. مثلا اللي بنعالج الضغط نسعى صرنا ننزل الضغط، بس مش تحت حد معين. والناس بالعادة لما بينزل ضغطها بتحس الدكتور بنصحهم ياخذوا شيء مالح أو مثلا هيك شيء أو... صحيح. هلا هبوط الضغط ترى أنا من خبرتي أهم عامل هو الأسلوب الحياة الصحي، النوم، تنظيم النوم والرياضة، وعند الحاجة بده يكثر الواحد السوائل طبعًا. والملح طبعًا. طيب دكتورة، هل من كلمة أخيرة يعني إذا الناس بدهم يتوجهوا إلكم لحملتكم كيف ممكن يلاقوكم؟ وين الأماكن؟ شو الطريقة اللي يتواصلوا؟ نعلن عن كل حملة وين راح تكون؟ عادة الإعلان بيكون على صفحة الجمعية، جمعية الأردنية للعناية بالسكري، الصفحة موجودة والإعلان دائما عليها، فأي واحد بده يلاقينا بلاقينا بالمناطق الموجودة إن شاء الله. بالعادة وين بتكونوا؟ احنا بنغطي كل المناطق، كل المناطق يعني موجودين بالمراكز يعني هلأ المؤسسات فكرنا كل مناطق عمان. رائع جدا دكتورة، يعني أنا بتمنى إن شاء الله هذه الحملة إنكم توصلوا فعلا للعشر تلاف مواطن اللي بتكونوا تفحصوهم، وإن شاء الله بيكون حملة توعوية مفيدة للجميع بالعناية بصحتهم أكثر. شكرا دكتور منير، شكرا دكتورة، شكرا على وجودك معنا هذا الصباح، يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم.